عملية تسجيل التلاميذ خاصة اليوم بالنسبة للسنوات الأولى، العملية تمس حوالي 347 تلميذ. التسجيلات الأولية يقوم التلميذ بعملية التحقق من التواجد الاستمتاع في القوائم تاع المؤسسة، ثم يقوم بعملية دفع الملف على مستوى المشرفين التربويين، ثم يقوم بعملية دفع حقوق التسجيل. عملية التربية راسلتنا بقائمة للتلاميذ المستفيدين من هذه المنحة، ونحن في العملية يعني تسير على أحسن مرام. كذلك بالنسبة لأبناء القطاع الأساتذة والموظفين هم كذلك يستفيدون من جانب الكتاب المدرسي، كما قمنا بالقيام بالتحضير المادي للدخول المدرسي بترتيب الطاولات والقاعات والصبورات على كل الأقسام، يعني تحضيرا لدخول مدرسي ناجح إن شاء الله.